مزيان ها هذا راه فيديو دابا راه فيديو سي خالد الغزال مرحبا بك سيدي يوسف شرفت لنا اليوم استاذ هشام شفناه اليوم والسي عزيز ها البوكوس كاع ديال بيرفي والناس ديال بيرفي الغزالين وهند ما شفناهاش من الفيستيفال ها هي جات هي والبنيته ديالها الله يخليها ليها ويخلي لها بنيتها الاخرين سي نور الدين دفيرفي السلام عليكم كيفاش مغابيل الحمد لله مغرب مغابيل بيانتو ان شاء الله راديو مغابيل شكرا ان شاء الله سي احمد غني على التعريف الديريكتور ديال البوليكستانيه وعزيز قول لنا سي مرحبا اخويا نار كبير هذا العام سيدي الله يحفظك نار طبوزي مومو لو جون ايتيديون اللي معولين عليه ان شاء الله الله يسخر لك اخويا هذا هو مومو بايسام سيدي شي راديو مومو عندنا شاد السوق عندنا تما بايسام ها هو اتي بالنعناع والله ما كاين حتى في المغرب ها هو شتي ها هو التخليطه شوفوا العجيبه ما بقاتش هذه في المغرب قول لي كيزاك اخويا هشام الاحساس ديالك وانت داخل داخل الياج لاول مره ليسباس مع هذا نجيو ليسباس بخير عرفتي شتي راه بحال جالس في المغرب اخبارك زيد هذاك الاحساس ديال الجود المغرب كاين هنا بعدك فهاد ليسباس وصافي بليزير تلقى هاد ليسباس مقيقي وزويون كيهضر لا كولتور وتلقى مع هاد الوجه هذا كتقول الحمد لله راه كاين واحد ليماج زوينه كيعطيوها الناس على المغرب الله يحفظك ابي هشام ولا كاين باليمين عيط لها سيدي يونس اليوم عندنا اجتماع ديال المرشحين المغاربه مع واحد لاسبير والله ما مشيت الله يكبر معكم الله يحفظك ابا خالد وانت ديما معروف بالجانب الانساني ديالك الله يحفظك وقلت له نجي الله يكبر كلمه دابا كلمه شوفوا زيد نقول لكم واحد القضيه الناس اللي كيشوفوا فيا والناس اللي كيبغيونا واللي حتى اللي ما كيبغيوناش حنا كنبغيوهم هاد لي سباس سميتو فضاء مغرب الثقافات والحمد لله ملي كنهضروا على مغرب الثقافات لابد من ذكر عائله الوالي اللي هي كتاثث هاد الثقافات المغربيه والحمد لله انطلاقا من رشيد الوالي وهشام الوالي اللي شرفني بالحضور في هذا الفضاء ديال مغرب الثقافات وان شاء الله الزياره ما نتمنى ما تكونش هي الاخيره تكون زيارات اخرى خاصكم غير تشجعوا هاد الفضاءات ديال الثقافه المغربيه اللي كتجمعنا حنا بغينا نجمعوا اكثر ما حنا مفرقين باش نكونوا قوه في هاد البلاد ديال الاستضافه اللي هي بلجيكا شكرا لكم شكرا رضا